مرحبا بكم اليوم الناس كل هذه اللحظات التاريخية لاستلام معناها وحدة التغذية بسيدي عبد القادر بعد الانتهاء من أشغال إعادة بنائها وترميمها عن طريق أحد رجالات القيروان البررة. ألف شكر ألف تحية ليه، ألف شكر لكل من ساهم معناها في وزارة الصحة في متابعة وهيكلة وفعالية ونجاعة هذه المشروع. الأشغال هذه دامت معناها 6 أشهر تقريبا من نوفمبر 2022. اليوم معناها نسلموا الوحدة الصحية متاعنا في أبهى حلة لها كما قاعدين تشوفوا، بعدد 2 مكاتب للأطباء وعدد 1 مكتب الأخصي التغذية، وحدة للاستقبال وتوجيه المرضى ووحدة لطب الأسنان مع قاعة استقبال. تعرفوا معناها كما قاعدين تشوفوا خرجت معناها الوحدة في أبهى حلة لها لاستقبال المرضى متاعها في أحسن الظروف بعد مدة معناها من أشغال الترميم. إن شاء الله معناها تنطلق في استقبال المرضى متاعها في القريب العاجل إن شاء الله بعد معناها استكمال معناها عملية التجهيز. اليوم الحمد لله معناها في ظرف تقريب وجيز كما قلت أنت في 6 أشهر تم معنا تهيئة المركز التغذية سيدي عبد القادر اللي بالحق كان أي للسقوط، كان تشققات فيه بصفة كبيرة وكان الماء من اللوطة يمشي تحته. دونك نحن رجل الأعمال هذا أصله قيرواني ويسكن في تونس، هو اللي تحمل التكلفة متاع التهيئة متاعه ويعطيه الصحة وبارك الله فيه. ونحن بطبيعة تولي كونسيون مش يعدوا فيها المرضى واللي مش يخدم فيها الطب والإطار الشبه الطبي، لأن مش تكون كونسيون باهية مريحة. وكتشوفوا لهم كما تشوفوا أنت معنا التهيئة كانت معنا من طراز رفيع ويعطيه الصحة المقاول اللي قام بالإشغال هذه والبنائي وكل يعطيهم الصحة. ونحن هذا كل معنا نرجع بالشكر السيد وزير الصحة سي عبد الرزاق بوزويته اللي هو كان سبب في البشيجي المقاولة الرجل الأعمال هذا يعطيه الصحة ويعطي الصحة للناس الكل اللي ساهمت في الإنجاز هذا، وإن شاء الله من حسن الأحسن. نحن فرحانين برشا اللي بعد 6 أشهر قدمنا الإنجاز هذا، ونتمنى للكل اللي هما تعجبكم وحاجة مفيدة برشا للقروان وحاجة تشرفنا برشا اللي صارت بالطريقة هذيك. نحن فرحانين برشا اللي حتى بجهد متاع المقاولين اللي نجم ننحقوا المشروع متاعنا، هي صارت برشا تغييرات والحمد لله يعني بلي نقصنا المساحة نجمنا نكونوا على أكثر فونكسيوناليتي، يعني حليناه في بعضه اللي هو يكون خير للمرضى وخير للطب. وفما بلوك سانيتير، فما البيروات محترمين، فما الفارماسي كلها يعني أوفير، وتمثل سيدي عبد القادر توا بوزيتيف ان شاء الله. احنا اليوم كشركه سلمنا وحده التغذيه بسيدي عبد القادر للاداره الجهويه بالصحه بالقيروان. دونك ان شاء الله بقدر ربي بعد ايام قليله سوف تفتح ابوابها معناتها للمرضى اللي هما بيدو معناتها يستناو فيها يعني بطول انتظار اللي معناتها دامت 6 اشهر معناتها من اشغال. وان شاء الله معناتها يكون اعجاب القرويين الكل يعني. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.